السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد امبارح فعاليات الندوة التثقيفية 35 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة. كرم أسر الشهداء وأيضا شاهد سيادته فيلم تسجيلي من إنتاج الشؤون المعنوية بعنوان الجيش الأبي، واستعرض الفيلم جهود مصر في تحقيق طفرة غير مسبوقة في تطوير وتسليح جيشها بمنظومات قتالية حديثة. وخلال الاحتفالية الخاصة بيوم الشهيد، شهد سيادة الرئيس عرض مسرحي بيتكلم عن تضحية أبطال الجيش المصري، وعمل سيادته مداخلة بعد انتهاء العرض وقال إنه الشهداء قدموا ثمن كبير قوي في سبيل البلد، وأقل ثمن نقدمه للشهداء إننا نحافظ على ما ضحوا من أجله. اسمحوا لي إن أنا أشكركم لأن أنتم عايشتونا، استنى بس الراجل اللي عايشتونا في الحقيقة اللي بتعيشها أسر كتير بتقدم ابنها شهيد أو حتى مصاب. فالعمل الدرامي دايما بيدي فرصة لينا كلنا إنه يسجل وقائع يمكن إحنا مش بنعيشها كلنا، لكن بالطريقة ديت بتتنقل وتدخل كل بيت ويشوفوا الناس قد ايه الثمن اللي دفعته اسر بعد ما ربت وكبرت وعلمت وضحت وقدمت وبعدين يعني بقى اللي قدمته شهيد او بقى مصاب. بعد ما كان ملو الدنيا بقى شهيد، وهو ملو الدنيا برضه، هو شهيد ملو الدنيا برضه، لكن هم الاهل بيبقى طبعا فراق الابن او الزوج او الاب صعب. فانا بشكركم الحقيقه على ده، وبقول لكم انا الكلام ده قلته قبل كده ان يا مصريين اللقطه دي او الفقره دي بتورينا قد ايه ان في ثمن كبير قوي اتدفع عشان احنا كلنا نعيش. فأقل تمن ندفعه إن إحنا نحافظ على اللي هم ضحوا من أجله، اللي هم شبابنا، زينة شباب مصر من كل حتة، من جيش وشرطة وقضاء وحتى المواطنين العاديين قدموا ده، وهم يعني الكلام اللي قاله نور صدقوني كل ضباط الجيش والشرطة بيقولوه، اللي بيعيش معاهم حقيقة أو حتى صف ضباط والجنود بيقولوا الكلام ده، بيقولوه مع نفسهم لأن هم عايشين حالة حالة محتملة للشهادة، فهم عايشين فكرة الشهادة وكده، فبيقولوا الكلام ده مقبل غير مدبر والسلاح في إيدي وأموت وهي تعيش، الكلام ده هم بيقولوا صحيح. ولو أنتم رحتم شفتم الوحدات ديت سواء كانت في هنا اللي موجودة في مصر أو اللي موجودة جوا سينا هتجدوا الكلام اللي قاله نور ده حقيقي، والأفلام اللي بتجيبه حتى كدراما هو بيعكس الواقع اللي شبابنا عايشينه. عنده زوجة وعنده طفل محتمل لكن ما قالش هقعد لغاية لما الطفل يجي رجع، وده حقيقة بتحصل كتير. ولو النهاردة الشؤون المعنوية سواء في الجيش أو الشرطة جابت القصص الحقيقية لكل شهيد هتجدوا كنز من الوفاء والإنسانية اللي ممكن يقدم للناس ويقول لهم شوفوا دي بيوت مصرية، دي بيوت مصرية عادية خالص، متوسطة أو حتى أقل من متوسطة، يعني ما عندهمش غير نفسهم يقدموا أكتر حاجة يقدموها. بشكركم، متشكرين، شكرا جزيلا.
كمان السيد الرئيس قال في كلمته امبارح في الندوة التثقيفية، أكد سيادته على أن الشهداء قدموا أرواحهم ودمائهم، والمصابين قدموا جزءا من أجسادهم لكي تعيش مصر. وجه الشكر كمان والتقدير والاعتزاز والتحية لأسرة كل شهيد ومصاب. وكمان اتكلم سيادة الرئيس عن أن مصر واجهت خلال السنوات اللي فاتت العديد من التحديات غير المسبوقة على كافة الأصعدة. نحتفل اليوم معا بذكرى عزيزة على نفوسنا، نستحضر فيها بطولات رجال صدقوا الوعد وبذلوا كل غال ونفيس من أجل أن يحيا هذا الوطن كريماً أبياً مرفوع الرأس. رجال رفضوا الاستسلام وأثروا المقاومة بشرف وبسالة، ضاربين المثل للأجيال من بعدهم ومؤكدين أن مصر الحرة الكريمة تستحق منا كل فداء وتفان وتضحية. ويمثل الاحتفال بيوم الشهيد في كل عام مناسبة متجددة لتكريم أبناء مصر المخلصين الذين ضحوا من أجل هذا الوطن الخالد ليستمر نابضاً بالحياة مثمراً بالخير والسلام والنماء. ولنتذكر معاً تلك التضحيات التي قد لا يشعر بحجمها الهائل إلا من قدم لمصر شهيداً أو مصاباً روى بدمه تراب هذا الوطن. إن هذا اليوم المشهود هو يوم نكرم فيه ليس فقط أرواح من استشهدوا من أبطالنا الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل أو أي مواطن يؤدي دوره بتفان وإخلاص على اتساع الوطن، وإنما نكرم فيه أيضاً عطاء الصامدين الذين يحملون مسؤولية هذا الوطن ويصلون الليل بالنهار ليحيا شعب مصر العظيم في سلام وأمان واستقرار. ولتؤكد مصر أنها غنية بأبنائها الأوفياء جيلاً بعد جيل يسلمين راية الوطن مرفوعة خفاقة ومنتصرة بعزة وكرامة، وأن هذه الراية لن تنتكس أبداً بإذن الله، ثم بفضل عزيمة هذا الشعب العظيم وأصالته وتضحياته. شعب مصر العظيم، لا يفوتني في هذه المناسبة وكما اعتدنا أن نتوقف معاً لنلقي نظرة شاملة على مسيرتنا التي بدأناها سوياً، وذلك انطلاقاً من سياستنا الثابتة بعرض الحقائق عليكم لمواجهة التحديات معاً من منظور واقعي وحقيقي ومباشر، وذلك سعياً نحو تحقيق النهضة الحقيقية الشاملة التي نطمح لها جميعاً وللأجيال التي ستأتي من بعدنا، نهضة تليق بعظمة وتاريخ بلادنا. ولا يخفى عليكم أيها الإخوة الأعزاء أن مصر واجهت خلال السنوات الماضية الكثير من التحديات غير المسبوقة على كافة الأصعدة. فعلى المستوى العالمي ظهرت جائحة كورونا واندلعت بعض الصراعات والنزاعات التي أثرت بشكل جذري على هيكل الاقتصاد الدولي وسلاسل الإمداد العالمية وزيادة نسب التضخم وارتفاع الأسعار. ومن قبل الجائحة وتلك الصراعات اجتاحت سائر أنحاء المنطقة موجات من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والأمني وانهيار لبعض الدول وتفكك مجتمعاتها وتفشي خطر الإرهاب، والتي كانت لتطال وطننا الحبيب لولا عناية الله ولطفه. كمان أكد السيد الرئيس في كلمته أن العالم كله بيشهد لمصر على الإنجازات اللي حققتها في بناء وطن قوي متقدم في جميع المجالات. وأكد كمان سيادته ثقته في قدرة المصريين على تحقيق المعجزات. أما على المستوى الداخلي فلقد واجهت مصر ضغوطا شديدة على الاقتصاد الوطني،
وهو ما تصدينا له باتباع إجراءات هيكلية وإصلاحية شاملة بدأت تؤتي ثمارها في زيادة معدلات النمو التي يحققها الاقتصاد المصري، وذلك بالتوازي مع جهود القوات المسلحة والشرطة في محاصرة الإرهاب وكسر شوكته. ويشهد العالم بأسره بما حققناه من إنجازات في مواجهة تلك التحديات لتمضي مصر في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لبناء وطن قوي متقدم في جميع المجالات. وأقول لكم بكل الصدق إنه من خلال وعي هذا الشعب ومخزونه الحضاري الممتد لآلاف السنين والفهم الدقيق لظروف مصر، فإنني على ثقة كاملة من قدرتنا على تحقيق المعجزات وتغيير واقع الحياة في هذا الوطن لما نرضاه ونفخر به، وليجد كل مواطن في هذا البلد متسعاً كريماً له ولأبنائه. شعب مصر العظيم، في نهاية كلمتي ونحن نحتفل بيوم الشهيد، فإنني أعلم جيداً أن أقصى لحظات تمر بها النفس هي لحظات الوداع، وأدرك كذلك أن القلوب تعتصر ألماً حينما يشتد الحنين لرؤية الأحباب. إنني أوقن أيضاً أن تلك الآلام والأحزان سرعان ما تتبدل وتتغير إلى مشاعر من الفخر والعزة بما حققه شهداؤنا الأبرار الذين جادوا بأرواحهم وأنفسهم من أجل مصر. ولا يفوتني هنا أن أنقل تقديري وتقدير شعب مصر العظيم لأسر شهدائنا الأبرار على صبرهم وتحملهم واحتسابهم. على صعيد آخر، أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأكد الرئيس على ضرورة تغليب لغة الحوار في الأزمة الروسية الأوكرانية، وعرب سيادة الرئيس عن التقدير للإجراءات اللي اتخذها الجانب الروسي لتيسير خروج المواطنين المصريين من أوكرانيا. امبارح السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عربت عن سعادتها بإطلاق مبادرتي دوي ونورة لتمكين الفتاة المصرية في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، خاصة في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وكتبت السيدة انتصار السيسي على صفحتها الرسمية بفيسبوك وقالت إنه فتيات مصر هن رائدات المستقبل وصانعات القادة، ومن ثم فإن الاستثمار فيهن استثمار في بناء المستقبل، وقد أثبتنا دائما أنهن على قدر الثقة والتحدي. وأضافت دعمي الدائم لكل بنات مصر في الحصول على حقوقهن وتنمية مهارتهن كخطوة أساسية لتحقيق النهضة المنشودة.